بعدما تسببت الضربات الصاروخيه والقصف الروسي في مقتل سبعه مدنيين على الاقل في شمال وشرق اوكرانيا امس قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ان كل موقع للعدو يتم تدميره هو انقاذ للحياه <applause> Не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Хочу окремо відзначити усіх тих наших бійців, які завдають окупанту ударів у відповідь на терор, які враховують позиції ворога, з яких б'ють по наших містах. Кожна знищена позиція терористів. Це врятовані життя наших людей. وحول ما تردد خلال الاشهر والاسابيع الاخيره بشان الهجوم الاوكراني المضاد، قال الرئيس الاوكراني ان قوات بلاده لا يمكنها شن هجوم في الوقت الراهن، واضاف انه لا يمكن شن هجوم من مضاد في الاتجاه الشرقي بلا دبابات ومدفعيه وراجمات الصواريخ الامريكيه هيمارس، لافتا الى وجود نقص جدي في الذخيره والى ان سلطات كييف تنتظر توريدها من جانب الشركاء.